تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صلى الله عليه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزاره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار صلى الله عليه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمة وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادات الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كامنة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذين تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان صلى الله عليه فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالى جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتنته بشر كاملا يزيح الضنانا وهو من فوق علم ما قد رأته
رفعة في شؤونه وكمالا. صلى الله عليه. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان، انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشاره لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. القلب متيم بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي يا ربي نبينا المكرم نبينا المشرم طه العربي طه العربي. القلب المتيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي دين المكرم دين المشرف طه العربي طه العربي. أحمد نادانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء. أحمد نادانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء للتقوى دعانا لذوي الرجاء والمولى أغنانا بطاعة النبي. القلب المتيم بطاعة وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي. يا رسول الله جئت بالقرآن نشرت الإيمان يا رسول الله بطه النبي. القلب المتيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم
نبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له شهادة تعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في القول وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبلغه لخلقه من فرض نفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمات بشيرا كثيرا، فكان في ظلمات الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظمها من منات تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمات من مدن تسر سراها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل صلواتي وأجمعها وأزكى الدخيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعات العمل وقام بحق الربوبيات في مواطن حدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، فينبشط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويقدم بها بعنايات الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين رتقوا صهوات المجد بقربه، وتفيض الله شرفه وأساليبه بوده وحبه، ما أدار الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تأقلت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تحسيس البشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة البائرة
بالنعمة الواسعة والمنة الغابرة فانطلقت بيضاء التسرير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والمطلق والحسن التام والزين وتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله نعمة وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه لتشرف به موطن استقرار وموطن خروج وقد قضت الأقدار الأجلية بما قضت وأدارت من سر هذه النور ما أدارت وحسست به من قصد فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة وأرحام الشريفة الظاهرة حتى برج في عالم الشهادة بشر لا كالبشر والنور خير الأقبار ودوره وبهر صلى الله عليه قمة الواقف لهذه الخروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بأسر معشار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وتنريحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأنا تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن الهجني إلا تدويني ما خفيته من سري من سر أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولدي من الفضل الذي أما العالمين صلى الله عليه يدر يده في الكون ميسورة موسرة على مر الأيام والشهور والسنين داء التألق بهذا الحضرة الكريمة ولا عجل تسوق إلى سماء أوصافها العظيمة لعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي آمين ويتروحان بروق ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله 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 سألتم الله برينا
واجعلنا من الأخيار. واجعلنا من الأخيار. شهيد بهدايا حوى ونتلو مننا علوى نشاهدها بهدى نار. ربي واجعلنا من الأخيار. الله 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 ربي واجعلنا من الأخيار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد أنقلم يخم ثم خرطكه فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا الأبد المحبوب الكامل. والسماء الذي أحسن السماء وهنا خاسنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار. يتصرف بكتاب القلم والكرم تصف وتنجى في عدائه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه ظفر الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر، إنه خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه. وقد أدت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لملخة خفية إذا صدمت من شاءت من البرية
بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستوعب هذا النور المبين أسلب وقت من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه. حتى وصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه. يا في المخاوف آمنة أسدة الكريمة آمنة، فتلقاه سلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمته عن سوها بمرض الله مخافضة على حقها الدرة وشونها صلى الله عليه. فحملته بآيات الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تجد منه ألما ولا عللا صلى الله عليه. حتى مر الشهر بعد شهر من حمله، وقرب وقت برزي إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيمضاد فامضلي وتنتشر فيه أثار مجد الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ أن قد بهذه الدرة المكنونة والجوهرة المعصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور صلوك هذا السراج، والعيون تشاويقة إلى بروز متشوقة إلى انطقاط جواهر كنوز صلى الله عليه. وكل دابة الكرس نطقت بفصيح العبارة مؤلنة بكمال البشارة صلى الله عليه. وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت بحمل أبي غلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولمدت الأرض والسماوات منظمحة بعذر فرح من لقاط أشرف البرية أبرزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقل في البطون والظهور صلى الله عليه. من الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة تصريف وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب وانفضي هذا الحبيب على الذي السماوات والارضون من فيه النبي الرحيم، وامطر الجود الالهي على اهل الوجود تسيج، والسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيج. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كسبت كنا هذا المسطور ليبرز نور كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وفد الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجه الأمة تأنيسا للجناب المصعود أم مشاركة لها في هذا السماد الممدود صلى الله عليه. فحضر بتوفيق ليس
سيدة مريم وسيدة آسية ومعه من الحور العين من قسم الله له من الشرب القسمة الوافية. فهذا الوقت الذي رتب الله على خضر وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن أمود أبارز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأجل كوني أنس وسرور قد تجدد. ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك صلوات
مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جاد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا لهجة سبيلي مرحبا مرحبا كيبه نسعت ونور شاد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاه مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تبشى الشرف رسل محمد يا الله وسلام مستمر كل حين يتجدى صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم ربي فاجعل مجتمعنا يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي الله ببركة الهادي محمد يا الله واعطينا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وكريم الأرواح منا يا الله بلك خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وبلغ المختار
أثار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا بثنيات العدا وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا بثنيات العدا فدعا لله هدى أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يا مجيبا كل داء طلع البدر علينا بثنيات العدا وجب الشكر علينا فدعا للهدى يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه
مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية، ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل المجالس والمحافل، صلى الله عليه وهو صلى الله عليه وسلم جميع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود، صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشانه، وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم سهاب بعنانه، صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم، صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم،
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مذكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته دعاة الرحال فتغشى منه القيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملة الأب الأكبر المعبوب لك والمخصص بشرف الأذخار في كل موضع من مواضع القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين واشرف الثقلين العبد المعبوب الخالص المعصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك إليك جاء هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تفضنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تعرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في عضد هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتبائه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظ. اللهم إنا لنا أدمع في رحمة الخاصة فلا تهرمنا وذنونا جميلة يا وصلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن نقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأمة ببركته وشريف بجهاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد ودم راية الدين القويم في جميع الأقدار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة. واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواقي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الغصن الحسين من جميع البلايا وفي الغرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين.
واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب ولآله وصحبه ومن إليه منصب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الفاتحة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لأهل القبور مؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات wabil khusus kagem sedaya liripun Bapak Haji Yudi Aminoto nggih menika Mbah Kiai Sadikun wa Zawjihi Mbah Kiai Muhammad Mukhlas wa Zawjihi Mbah Saifuddin Ar-Rabi wa Zawjihi Mbah Muhammad Yunus wa Zawjihi Mbah Suratani wa Zawjihi Bapak Sarifuddin wa Zawjihi Bapak Samsul Hadi Bapak Hadi Suwarno Bapak Mukhtar, Bapak Rusti, Bapak Rohani, Bapak Ibu Rina Wahyuni dan Ibu Maryuni. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi barokahipun majelis ing dalem menika kita sarang-sarang maos roti buladat lan maos maulidipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sedaya jamaah khususipun kagem keluarga besar Bapak Haji Yudi Aminoto khususipun kagem keluarganipun Mas Muhammad Irsadul Ibad ingkang gadah putra ingkang sakmenika sampun 7 bulan kehamilanipun mugi-mugi diberi kelancaran dan diberi kesehatan dalam kehamilan dan persalinan. Lan ugi kagem keluarganipun Bapak Haji Yudi Aminoto lan Bapak Hadi Mustofa mugi-mugi diparingi usaha ingkang barokah. Lan mugi anak Ivanka dan Anata mugi-mugi diberi kelancaran dan kesuksesan dalam menuntut ilmunya. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lan mugi-mugi barokahipun majelis ing dalem menika sedaya barokah lumeber dumateng para jamaah yang hadir khususipun kagem lingkungan warga desa Ngunut mriki. Mugi-mugi sedaya kemawon diparingi sehat walafiat lahir maupun batin. Diparingi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Diparingi anak putra ikang soleh solehah. Diparingi rezeki ikang gadah lan barokah. Lan saged nindakaken ibadah haji lan umroh. Lan mugi menawi gadah utang mugi-mugi enggal lunas utangipun. Lan mugi ingkang dereng angsal jodoh keluarganipun mugi-mugi enggal diparingi jodoh ingkang saleh-salehah. Lan mugi-mugi ingkang dereng angsal keturunan mugi-mugi diparingi keturunan ingkang saleh-salehah. Kang terakhir mugi-mugi barokahipun kita istiqomah hadir setiap wonten majelis bersama majelis khairat kita sedaya dikumpulkan wonten surganipun Allah kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Nggih nyuwun barokah doa kagem Bapak Ustaz Amir nggih tim inti Majelis Al-Khairat ingkang sakmenika nandhang gerah binjing dinten Jumat badhe operasi mugi-mugi diparingi sehat walafiat lahir maupun batin ke sakit kumpul malih bersama kita sedaya jamaah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abadika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima amma ba'du. Kang kula hormati sahibul bait Bapak Haji Yudi Aminoto, Mbah Kiai Imron, Mbah Kiai Samsul Hadi, Mbah Kiai Ustaz Mujahidin dan para pinisepuh, para bapak-bapak dan para ibu-ibu yang kula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin ing dal menika kita kali Allah Subhanahu wa taala diparingi nikmat, diparingi hidayah kang luar biasa. Saged hadir, saged istiqomah nyantenaken munajah ratibatat lan maos maulidipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten rutinan setiap malam Kamis wage wonten Kecamatan Babatan. Napa malih disaringi kalih acara hajat khusus kagem putranipun Bapak Haji Yudi Aminoto. Kami niku sampun 7 bulan kehamilan. Masyaallah. Alhamdulillah. Mugi-mugi dadosno sababiah majelis ing dal menika khususipun kagem putranipun Mas Muhammad Irsadul Ibad dados putra ikang soleh-solehah dan kelak ilmunipun manfaat bagi agama dan bangsanipun. Allahumma amin. Dan ki ing dalem niki monggo kita sareng-sareng tabarukan niki kula kawula diaturi kali Bapak Haji Yudi kabulih dan apa ngisi. Nah niki monggo kita tabarukan kemawon nggih, tabarukan pados keberkahan, pados nasihat-nasihat saking piantun-piantun ingkang dimuliakan kali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah niki kawula angsal kitab saking Habib Abdul Qadir Umar Mauladawilah niki bab tentang rahasia sukses. Ini rahasia sukses penuntun kita dalam mengarungi bahtera kehidupan. Masya Allah. Niki sepintas niki sampun kita sareng-sareng kita waos wonten rutinan malam Sabtu paing kalau wingi wonten Merumda. Alhamdulillah. Niki monggo kita ing dalem menika kita lanjutaken mugi-mugi dadosna nggih sababiah kita angsal kenikmatan saking ilmunipun beliau-beliau ingkang dipilih kali Allah Subhanahu wa taala. Dados buku ini berisi kumpulan kata bijak, pesan yang penuh hikmah, nasihat serta motivasi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dari para wali Allah, ulama, salihin, ahli hikmah sebagai penuntun kita dalam mengarungi bahtera kehidupan. Masya Allah. Jadi semua nasihat yang mereka ucapkan tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pesan-pesan nasihat-nasihat yang di dalamnya dapat membangkitkan semangat serta pikiran untuk giat dalam berbuat kebaikan.
Masya Allah. Lampau meleh niki kita niki sampun umur-umur pun 50, mayoritas jamaah Al-Khairat niki pun umur 50 ke atas. Umur 50 ke atas pun kata-kata putu niki, termasuk kula iki putune pun kalih niki. Walaupun si nom tapi putune pun kalih. Nggih, muga-muga kula nikahe umur selawe Mas. 20 tahun. Nggih to. Kuwi mikir jenengan sing nom-nom iku gek ndang rabi nggih. Mumpung sik sehat. Mas Khatib urip piro Mas Khatib? 20 nggih, mugi-mugi ndang gek nikah. Kalau wingi wonten salah satu nasihat saking Habib Kures Bahrun. Ya Habib Kures Bahrun putune Abah niki niki kita sekedhik patos tabarukan saking haul kala wingi. Beliau ngendikan niku patos istri patos latihan sepuh patos mantu niku kudu warna loro sing paling utama Mas. Setunggal niku agamane, kemudian nomor loro akhlaki. Ketiga niku rezekine mesti mengikuti, lek pun dicekel kalih niku pun rezekine pun mengikuti. Niki nderek dawe Habib Kures Bahrun. Mugi-mugi saged barokah niki panjenengan-panjenengan sing khusus sing nom sing dereng nikah angsal napa ikang didhawuhaken Habib Kures. Allahumma amin. Nggih. Monggo kita lanjutaken. Nggih. Niki kalau wingi sampun bab tentang petuah-petuah kata bijak ikang disampaikan kali Umar bin Khattab. Niki kuwatah wa. Niki kawula pendet tiga kemawon nggih. Ingkang beliau ngendikaken wonten rahasia sukses penuntun kita dalam mengarungi bahtera kehidupan yang dibeli, yang disampaikan oleh beliau sahabat Nabi nggih. Piyantun ingkang mulya niki. Beliau ngendikan tetaplah berada di jalan yang lurus dan janganlah kalian berbelok-belok seperti beloknya seekor ular. Ini ngendikan Sayyidina Umar bin Khattab. Lek kawula memahami niki ikang kula sering damel pedoman hidup niki, kita niki melampah di jalan seperti rel kereta api yang lurus mawon niku sik jatuh. Napa malih lek kita niku melampahi kehidupan niku sembrono. Gitu. Dados kita urip niku kudu hati-hati. Nggih. Kemudian yang kang nomor kalih dari beliau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, jika engkau akan meninggalkan sesuatu maka tinggalkanlah kesenangan dunia, sebab apabila engkau meninggalkannya berarti engkau akan terpuji, dan apabila engkau bersiap-siap untuk sesuatu maka bersiap-siaplah untuk mati, karena jika engkau tidak siap untuk mati maka engkau akan menderita kerugian yang mendalam serta penuh penyesalan, dan apabila engkau ingin menuntut sesuatu maka tuntutlah akhirat, karena engkau tidak akan memperolehnya kecuali dengan mencarinya. Kemudian yang nomor tiga dari beliau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, aku mengamati semua sahabat namun aku tidak menemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian tetapi aku tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala jenis amal kebaikan namun aku tidak mendapatkannya yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki namun aku tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar. Ini tiga nasihat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, kita lanjutkan nasihat pilihan
dari Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, itu di antara tanda-tanda orang bijaksana. Nah, ini Masya Allah. Di antara tanda-tanda orang yang bijaksana. Ini beliau menyampaikan ada lima ciri-ciri. Yang pertama, hatinya selalu berniat suci. Kemudian yang nomor dua, lidahnya selalu basah dengan zikrullah. Yang ketiga, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Dan nomor empat, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah. Kemudian yang nomor lima, mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Ini tanda-tanda orang yang bijaksana, yang dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an menyampaikan dalam nasihat-nasihatnya. Ya, kita lanjutkan. Kata bijak, nasihat pilihan dari Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Nah, ini Masya Allah, ini beliau nasihat-nasihatnya ini ada 39 pasal, Pak. Begitu hebatnya beliau, begitu apa alimnya ini. Niki putra pilihan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meneruskan duriahnya sampai sekarang. Ini saking Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Niki namung kula pendet 7 kemawon nggih. Dan 7 nasihat dari 30 nasihat yang beliau sampaikan. Ini yang pertama dari beliau, barang siapa yang banyak bicara maka banyak pula salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya maka hilanglah harga dirinya. Dan barang siapa yang hilang harga dirinya berarti ia tidak warok. Warok itu adalah memelihara diri serta berhati-hati dari segala perbuatan dan dosa. Jadi barang siapa yang hilang harga dirinya berarti ia tidak warok. Sedangkan orang yang tidak warok itu berarti hatinya telah mati. Kemudian yang nomor dua, barang siapa yang keinginannya hanya terletak pada apa yang masuk dalam perutnya maka nilainya tak lebih dari yang keluar darinya. Jadi barang siapa yang keinginannya hanya terletak pada apa yang masuk dalam perutnya maka nilainya tak lebih dari yang keluar darinya. Kemudian yang nomor tiga, halaman 20, sungguh beruntung orang-orang yang hidup zuhud di dunia dan bersemangat untuk akhiratnya. Mereka adalah golongan yang menjadikan bumi sebagai hamparannya, tanahnya sebagai alasnya, airnya sebagai wewangian, doa dan Al-Quran sebagai pakaian zahir dan batinnya. Mereka menolak materi duniawi sebagaimana jalannya Nabi Allah Isa alaihi salam. Kemudian nasihat yang nomor lima, ini dari 30 nasihat pilihan-pilihannya adalah, belilah semua kesulitanmu dengan sedekah dan obatilah penyakitmu dengan sedekah. Perbanyaklah sedekah sebab sedekah dapat memanjangkan umur, menghilangkan kesulitan dan menyembuhkan penyakit. Bersegeralah bersedekah sebab balak tidak pernah mendahului sedekah. Dan pancinglah rezeki dengan bersedekah.
Jadi belilah semua kesulitanmu dengan sedekah dan obatilah penyakitmu dengan sedekah. Perbanyaklah sedekah sebab sedekah dapat memanjangkan umur, menghilangkan kesulitan dan menyembuhkan penyakit. Bersegeralah sedekah sebab bala tidak pernah mendahului sedekah dan pancinglah rezeki dengan bersedekah. Ini nasihat yang nomor 5. Kemudian nasihat yang nomor 6. Halaman 28. Bukanlah kesulitan yang membuat kita takut, akan tetapi ketakutanlah yang membuat kita sulit. Karena itu janganlah pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Janganlah kalian mengatakan bahwa aku mempunyai masalah yang besar. Namun katakanlah kepada masalah bahwa aku mempunyai Allah yang maha besar. Nah, ini Sayyidina Ali loh yang menghentikan. Bukanlah kesulitan yang membuat kita ini takut, akan tetapi ketakutanlah yang membuat kita sulit. Karena itu janganlah pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Janganlah kalian mengatakan bahwa aku mempunyai masalah yang besar. Namun katakanlah kepada masalah bahwa aku mempunyai Allah yang maha besar. Kemudian nasihat yang terakhir nih, yang ke-39. Dasar kefakiran itu dikelilingi oleh 4 pilar. Jadi dasar kefakiran itu dikelilingi oleh 4 pilar, yaitu hati yang kasar, buta pikiran, lalai, serta prasangka yang buruk. Orang berhati kasar akan menghina kebenaran, menunjukkan kejahatan dan mengutuk orang-orang yang pandai. Sedangkan orang yang buta hati adalah mereka yang melupakan zikrullah. Dan mereka yang lalai akan menjauhkan diri dari ketetapan Allah SWT kepadanya. Dan orang yang berprasangka buruk akan tertipu oleh angan-angan, sehingga akhiratnya orang tersebut akan ditimpa rasa kecewa dan penyesalan yang tiada pernah berujung, karena ia telah diperlihatkan oleh Allah akan hal-hal yang selama ini tidak difikirkannya. Ini Masya Allah, ini 7 nasihat dari 39 nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.